شاشة معانا وفي صورة خطيرة على الشاشة. حبيبتي الصورة دي احكي لنا حكايتها بقى، مدام سعاد حسني نجمتنا الجميلة حبيبتي، اللي مفتقدينها على الشاشة، وانا كمان مفتقدها، وصورتك. واسمحي لي من هنا وكل الناس ندعي لها انها ترجع لنا بالسلامة، ان هي شاء الله. في لندن بتتعالج، وربنا يجيبها لنا بالسلامة يا رب. ان شاء الله. الصورة الصورة دي دي فين بقى؟ كنت بعمل مسرحية اسمها شيكابوم عزام العصفوري، وبعدين هي كانت في عزلة وكانت تعبانة نفسيا، كانت عملت فيلم اسمه الدرجة الثالثة، والفيلم ده لم يعني يحقق نجاح يلاقي، لم جماهيري. يحقق نجاح جماهيري، فعمل لها حالة نفسية، كلنا نعلم طبعا ده، وحبست نفسها فترة طويلة في البيت مثلا لمدة سنتين أو سنتين ونص حاجة كده. أول مرة تخرج بعد هذه الكبوة اللي حصلت لها كانت هي الخروجه دي، وجت للمسرح سمير العصفوري ألح وقال لها تعالي لازم تيجي تتفرجي، لازم تخرجي وغيري جو، وعايزه اخليك تسمعي مدحت وتشوفيه وكده. فجت، فدي كانت في الاوضه بتاعتي. فلما هي دخلت، هو الكادر لو واسع شويه او لو الكاميرا جايبها هتلاقي على المفروض كده على يمينها كان الاستاذ سمير العصفوري، والناحيه دي مدام نعم سلوسه مراته. فانا كنت قاعد هنا جنبها، انا اول مره اشوف سعاد حسني لايف. فلك ان تتخيلي ان انا قدام سعاد حسني، انا لسه يعني كنت بقول يا هادي، كان لسه بقالي مثلا يعني 8 سنين 9 سنين في الحكايه، وهي السندريلا بقى قمر كلنا بنعشقها. كلنا. فلما لما جت اول ما دخلت سلمت، دخلت عندي الاوضه، فالاول قعدت ابص لها شويه، هي قعدت جنبي زي ما كنا على كنبه واحده كده، فانا قعدت الاول ابص لها كده، فهي بتضحك تقول لي في ايه؟ فابتديت امسكها من خدودها كده، قلت لها انت سعاد حسني؟ انت؟ بص لها كده، بص لسامر العصفور يقول هي دي؟ وانا عامله ازاي؟ لنفسي تعالي ياما تعالي ياما شوفي سعاد حسني اهي انت؟ وامسكها، وهي بقى جات لها كريز الضحك مش مصدقه، وفكت وخرجت من المود اللي هي كانت فيه. وطبعا يوم ما يتنسيش من عمري، لان انا سعيد بان كان اول مره تضحك بعد سنتين او بعد 3 سنين. طب سعاد حسني قدمت لنا افلام غنائيه استعراضيه، رايك فيها ايه بقى كمطربه؟ هي بتغني، رايك؟ اجمل من ناس كتير جدا اسمهم محترفين غنى، وطعم صوتها مش موجود ومش هيتكرر، واحساسها عالي جدا، احساسها في الغنى بالنسبه لي انا من وجهه نظري يعادل احساس عبد الحليم في الغنى، بغض النظر عن التكنيك ونوعية الشخصيات بالظبط، وان راجل وست و و الى اخره، لكن سعاد حسني انا بحب صوتها اكتر من صوت اي حد، مع احترامي لهم كلهم. غيرت قلبي معاك. اسمع بقى شوف. يا روح عليك. يا سلام يا سيدي. الله الله على الحفلات.